23/9/2012 مدينة الرستان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو صار عندك بالدار؟ صار عندي بالدار ليش تم هسه عندي دار، تم عندي بيت. تفضل هاي الدار، هذا البيت. لا قوة إلا بالله. هذا البيت اللي اصلاحات ولا بشار اللي اعطانا اياه اصلاحات. هاي الاصلاحات والجامعة العربية وال اتصال الاصدقاء الاربعة ما بعرف شو يربون والاخر الابراهيم، هاي شو راح يفيدني من هالحكي؟ هاي يرجعوني بيتي، يرجعوني داري، ما راح ارجع شيء. هذا الدمار اللي برا الصنصير طلع له، لا حالي ولا حداني. لو انا بهالبيت ما كنت رحت انا والاولاد والحرمة والدنيا كلها. هذا البيت الله اكبر 23/9/2012 صح والله. نزلهم بالقذائف. يا تفضل. هذا البيت لو انه فيه، لو في اطفال شو كان صار بالاطفال؟ شو كان صار بالاولاد؟ متوفر شيء؟ شو بدي توفر؟ تفضل على التوفير، هذا احلى توفير، هذا التوفير اللي موفر لنا اياه. من كل شيء، ما انا شايف البشر شلونها؟ الرستن فاضي. منكوب الرستن يا عمي، طلع الدمار. خرب بيتنا الله يخرب بيته. ما خلى لنا شيء. رستن 23/9/2012. لا حول ولا قوة الا بالله. قال اخضر الابراهيم، اي اخضر ابراهيم واي الدول الاوروبية والعالمية ما بدها تشيل، بدها تشيل هالبلد هذا. لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. 23/9/2012 مدينة الرستان.